الكاتب العام المركزي من نهار الانتخابات ديالو من 2019 عمرو ما دار شي حاجه، كيدير غير المصالح ديالو. احنا عامين حنا في انتظار. ساد اولا هذا المقر 30000 درهم والمصاريف ما داكشي ديال النظافه وديال 10000 درهم كيتقام ب 40000 درهم. عندنا 60 فرع عمرو ما خلص ليهم كرا، والناس في المحاكم وهو كيدير المصالح ديالو. حنا كنطالبوا يقدم استقاله ديالو هو وامين المال، وكنطالبوا التصميم ديال اللجنه المركزيه جديده. فهمي حسن متقاعد عسكري، السلام عليكم على الحضور اخواني المتقاعدين العسكريين اللي جينا لهنا. جينا كندافعوا وكنناضلوا ضد الفساد المستشري في هذه الجمعيه. الكاتب العام اللي ما تيعطي حتى شي اهميه لا للمؤسسة الحسن الثاني اللي هي الجهاز الوصي، لا لجميع الفروع، لا الجهويين ما تيعطيهم حتى شي اهميه. يعيش فسادا في هذه الجمعيه. اولا هناك اختلالات ماليه، هناك اختلالات ماليه خطيره، اختلالات ماليه، وهذه بشهاده المؤسسه اللي كتبات لي مذكره تتقول لي بان راه عندك اختلالات ماليه. اذا من كاين اختلالات ماليه اش تسنى؟ لا المؤسسه ولا الاجهزه الامنيه، اش تسنى؟ اش تسنى باش تقوم بالعمل ديالها تجاه هذا السيد؟ اختلالات ماليه وخروقات اداريه. كل من ثبت ضده غير تصريح ولا اجتماع يتم التشطيب عليه. الاستاذ الازهر رئيس فرع الرباط والجهوي الرباط تم تشطيب عليه ديرنيرمون مؤخرا، تشطيب عليه من طرف الكاتب العام لانه عقد اجتماع وكنت انا من الحضور ديال ذاك الاجتماع، وكنا درنا اجتماع باش نشوفوا المآل ديال هاد في غتوصل هذه الجمعيه وش المسائل النضاليه اللي غادي سميتو. فاذا بالكاتب العام يقوم بتشطيب على الاستاذ الازهر المحامي، الاستاذ الازهر رئيس فرع ظلما وعدوانا. اذا استاذ شنو المطالب ديالك؟ المطالب ديالنا اولا وقبل كل شيء تنحاربوا الفساد وتنطالبوا من هذا الكاتب العام بالاقاله ديالو هو امين المال. شكرا لمنبر 24 على هذه التغطيه ديالهم لهذا الحدث ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي جاو تيأزرونا من كل مكان باش يوصلوا الصوت ديالنا للمسؤولين ديالنا. مؤسسه الحسن الثاني للاعمال الاجتماعيه والمؤسسه العسكريه اللي حنا ضلينا اوفياء لها طيله الخدمه العسكريه ديالنا، وقدمنا الغالي والنفيس من اجل الصمود امام الاعداء اللي كانوا باغيين يستولوا لينا على ارضنا وباغيين يقسموا لينا البلاد ديالنا. ملي خرجنا دار لنا سيدنا هذه الجمعيه، هذه الجمعيه الوطنيه لقدماء المحاربين، فاذا باخوان تيجيو لينا وكيستوليو عليها، كيستوليو على الماليه ديالها وتيديروا الشطط في التدبير الاداري اللي ما عجبهمش، اللي قال لهم هذه لا راه انتم خالطين، راه انتم كتبيعوا الممتلكات ديال الدوله، راه انتم تتبيعوا وتستوليو على المال العام. تيشطبوا عليه. شكون اللي كيشطب عليه؟ كيشطب عليه واحد هرب من الجيش الوقت اللي حنا كنا هازين سلاح في وجه العدو. هو كيجي دابا ما عندوش حتى 21 عام تاع السيرفيس، ما عندوش حتى لاغوتغات، ما عندوش المعاش العسكري، وكيجي بالمال ديالو كيستولي على هذه الجمعيه هذه، وهو كيعيد فيها فساد لا اداري ولا مالي. تنتمناو من الاخوان ديالنا في المؤسسه اللي حنا قدمنا لها الوفاء والتضحيه تجي تنصفنا وتشوف المشاكل ديالنا وتعرفنا مناش كنعانيو. حنا ما شكيناش عليها ملي كنا تنحاربوا، ولكن كنشكيو عليها دابا ملي حنا في التقاعد. خصها تنصفنا وخصها تحيد لينا هاد المسترزقين، هادو اللي عاتوا فسادا في هاد الجمعيه هادي، ويجيو يحقوا. حنا تنقولوا يجيو يحقوا، انا تيبقى الكلام ديالي الا تهم، ولكن بغيناهم يجيو يحقوا باش يعرفوا التجاوزات الماليه والاداريه. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.